ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي اتفضلي تشربي ايه؟ والله انا شايفة ان انت اللي لازم تشرب فنجان قهوة عشان تفوق كده وتعرف تتكلم معايا. لا 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 انا فايق خالص، انا بس كده قفلت وانا قاعد شوية. طب تعالي اشرب اي حاجة في اي حتة. تعالي تعالي. ايه استنى، انت هتروح كده؟ هروح كده ايه؟ مش فاهم. يلا. مين بقى اللي قال لك انك تافه وهايف وثقافتك ضحلة؟ انت. انا ما قلتش كده. الاستاذ جميل قال ان ده رأيك فيا. هو انا منكرش يعني اني قلت انك مش مهتمه بالثقافه، انما مش لدرجه هايف يعني. انت جايه ليه دلوقتي؟ ايه جايه عشان اقولك ان انا كمان بحبك. دلوقتي بس عرفت ليه بيقولوا لي ده القهوه خير. الحساب لو سمحت، واحد قهوه على القميص وواحد مانجا. يلا قومي بسرعه. قومي قومي. إيه طيب مالك مستعجل كده؟ ابوكي فين؟ الاستاذ جميل فين؟ معرفش انا، لازم اسمعه اللي انت قلتيه ده بودني. بطلع عين اهلي، خلاني احفظ سلاطين المماليك واحد واحد. ليه يعني كل ده؟ علشان عاجبك انا. لا طبعا، هو عمل كده عشان تعجبه هو. مشاهدينا ورجعنا مره ثانيه، ويمكن احنا لسه كنا حالا بنتكلم على اصدقائك ورايهم ايه في ادائك، واصدقائك من الوسط الفني او من خارج الوسط الفني ايه رايك. ناخد راي صديقه مهمه جدا، ومعانا على التليفون الفنانه ايمي سمير غانم. مساء الخير. مساء الخير. ازاي؟ ازيك يا ايمي؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. طبعا يعني عايزين نعرف كده سريعا رايك ايه في زميلتك وصديقتك مريهان، اللي هي لسه كانت يمكن قبل الهوا بتكلمنا عن الصداقه اللي ما بينكم. دي حقيقه مريهان اصلا بجد اكتر من صاحبتي، بقول انا قليل لما بلاقي واحده صاحبتي تكون دمها خفيف وتكون عامله زي، فهي مريهان متشعده زي يعني. زي كريمه. هي يا مومو. احنا عايزه اقول لك انا اسمي ميمه وهي اسمها مومو، يعني حاجه زي باتيزه وزغلول كده. ايمي انت طبعا اتفرجتي على مريهان في مسلسل ماما في الاسم. اتفرجت طبعا، وبعدين مريهان ما شاء الله عليها ممثله شاطره، غير ان هي دمها خفيف، وغير ان هي كمان ممكن تبقى فنانه استعراضيه. يا فنانه استعراضيه، هنتكلم في موضوع الاستعراض وبتقلد. اه اتكلموا لازم، لان ميمة ما شاء الله شاطره، وكمان بتمثل. انا ما كنتش عارفه ان هي بتمثل، يعني انا كنت يعني بتفرج عليها في الحقيقه، يعني عامه عارفه من ستار اكاديمي، وعارفه ان هي تالنتد وموهوبه وكده، بس انا ما كنتش عارفه انها بتعرف كمان ما شاء الله تمثل وتعيط. يعني انا بضحك عشان انا مش مصدقه صاحبتي، بس انا مبسوطه بيها ما شاء الله عشان هي شاطره، وان شاء الله هتبقى يعني هتعمل حاجه تبقى مميزه طول الوقت. بس ايه رايك يا ايمي في شخصيه بوسينه؟ تحسي مش بعيده خالص عن مريهان؟ بوسينه؟ لا بوسينه ما تقوليش الفضايح يا مومو، ما تقوليش. لا قولي قولي يا مومو. لا 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 والله لا، هي فعلا بس هي شاطره، يعني عملت بوسينه بطريقه مختلفه كده، ويعني سكه ثانيه خالص غير طبيعتها يعني، وده حلو. بس هي برضو يعني ده صعب انك تعملي كاركتر يبقى ان هو مش ما فيهوش حاجه مميزه قوي، انه يبقى في حاجه غريبه، تبقى بنت عاديه وفي نفس الوقت تحس ان هي غريبه برضو عن مريهان، فده كويس يعني. بصي انا ما بعرفش اتكلم قوي، بس انا بقول لها ان انت ان شاء الله ايمي هتبقي احسن حاجه في الدنيا ان شاء الله. حبيبتي يا مو، ربنا يخليكي. ايمي احنا بنشكرك جدا، وكل شكرك. ميرسي على التليفون. انا عايزه اقول بجد ان انا بحبها جدا، يعني اكتر واحده صاحبتي في الوسط، وكمان صاحبتي على المستوى الشخصي بعيد عن الفن خالص يعني. ايمي سميره، وهي اللي موهوبه، وهي اللي دمها خفيف جدا، وانا بصي مجرد ما قلتي ان هي على التليفون قعدت اضحك، يعني انا دمعت من كتر الضحك. واضح انكم بتعملوا عاملين ثنائي كوميدي مع بعض. يعني مش هنشوفكم في حاجه بقى قريب مع بعض؟ يا ريت. انا نفسي، لان في كيمياء بينا في الحياه، يعني انا لما بشوفها بتضحكني جدا، وبنقعد نضحك احنا الاثنين، وانا بحبها قوي. هي شخصيه جميله جدا، يعني انسانه جميله وطيبه ولذيذه، يعني زي ما انتم شايفينها كده. طيب بنرجع نقول ان مريهان ممكن تكون الصدفه لعبت دور مهم جدا في حياتها، يعني انا عرفت ان انت خريجه سياحه وفنادق، وطبعا مجال بعيد تماما عن الفن. فايه الصدفه اللي لعبت دور في حياتك وخلتك تبقي موجوده معانا دلوقتي؟ بصي هو انا طول الوقت كان نفسي ادخل الوسط، بس كنت عايزه ادخل عن طريق برنامج ستار اكاديمي، يعني الحمد لله ان كان عندي خطه واضحه في دماغي. يعني اتعرض عليا كتير اني ادخل عن طريق اعلانات او فيديو كليبس او كده، وانا ما كنتش عايزه. لا بس اسمحي لي، انت بتقولي الخطه دي في دماغك من بدري، طب ليه ما دخلتيش تدرسي دراسه اجتماعيه فنون مسرحيه؟ لا ما دخلتش خالص، انا كنت عايزه ادخل برنامج ستار اكاديمي، يعني ما كنتش عايزه ادرس الفن. وكنت كل اللي حواليا بيقولوا لي عندك موهبه، كنت دايما بقلد يعني اكتر حاجه كنت بعملها. وكنت متابعه قوي البرنامج، وكانت عجباني فكرته انه بيقدم ناس هواه بس بيقفوا على الستيج، بيغنوا مع نجوم كبار جدا، بيديهم الفرصه في التاليف وفي التمثيل وكل حاجه مع بعض، فكانت عجباني فكره البرنامج فقدمت فيه واتقبلت.
هي فهنا بقى بدات يعني. ومن بعد البرنامج انطلقتي بقى في يعني كان اول عرض ايه بقى؟ كان في عروض كتير، بس اول حاجه عملتها كان عمر وسلمى الجزء الثاني مع تامر حسني. وعملت بقى برضو دور مختلف عني خالص وعن بوسينا خالص، وكنت خايفه اتكره بس اخدت الريسك اللي هو كنت بعمل مين شخصيه شريره. لكن مين اللي رشحك لل يعني للفيلم؟ تامر حسني. هو شافك تامر في شافني في ستار اكاديمي، هو كان يعرفني من قبل ما ادخل ستار اكاديمي، بس يعرفني معرفه نقدر نقول سطحيه وما يعرفش خالص ان انا ممكن ادخل الفن، او عمري ما كنت بقابله كتير لكن عمري ما قلت له مثلا ان انا بمثل او بغني. فهو لما شافني في البرنامج كلمني بعد ما خرجت قال لي انت اللي انا اعرفها، قلت له قال لي انت ازاي عمرك ما قلتي لي انك بتعرفي تعملي اي حاجه؟ فانا فعلا كنت عايزه ادخل ستار اكاديمي، ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه تانية. فهو لما تابعني في ستار اكاديمي وشافني كفنانه او كهاويه يعني بعمل ايه في الفن، اختارني اني اكون مع عمر وسلمى. هنرجع تاني نشوف كملتي المسيره ازاي بعد السينما بعد عمر وسلمى، بس انا عايزه ارجع لحته التقليد. وانت بتقولي ان انت بتقلدي، فعايزين نشوف بقى هتقلدي لنا مين. طيب هقلد لك، بس عايزه اوضح ان مع كل احترامي وحبي للفنانات اللي انا بقلدهم يعني محدش يزعل مني. اقلد لك مين؟ طيب نبتدي بهيفا. طيب مايك اخد بس الشكل الاول. عايزني اقول لك اني دايبه من زمان في هواك، باين عليا شوقي ليك وانت مش داري. طب مش هقول لك اني روحي يا حبيبي معاك، قرب شويه من عينيا تحس بناري. يا حياه قلبي وكل مناه معاك، عمري ما قلت الاه ولا ليلة هواك بنساه، انا كل كده ملكي هواك. لا فعلا التقليد يعني قريب قوي، بس عايزه اقول لك ان يمكن قريت اكتر من حاجه ان في ناس يعني بتقول انت بتتشبهي بهيفاء، هل التشبيه ده بيضايقك؟ هو مش بيضايقني، بس اعتقد ان هو اتقال وقت ستار اكاديمي، لان في ستار اكاديمي هم القائمين على البرنامج هم اللي بيختاروا لك الشكل اللي بتتقدمي فيه والاغاني اللي بتغنيها. فهم كان بيحصل ان بيدوني كتير اغاني للفنانه هيفاء وهبي، انا ماليش اي يد في اني اختارها اوافق عليها او ارفضها. فيمكن اتكتب ساعتها ان انا شبهها او ان انا بقلدها، بس انا بقلدها زي ما بقلدها كده دلوقتي، يعني بقلدها بشكل تقليد في المطلق، مش ان انا بقلدها كشخصيه. مش قصدك تتشبهي بيها او لا لا خالص، مع ان يعني هي من وجهه نظري هي اجمل ست في العالم. بشوفها جميله جدا، لكن انا مش شبهها خالص. بمناسبه يمكن ان انت بتادي وبتغني طبعا اساسا غير التقليد، ان انت بتغني ويعني تعتبري لحد ما فنانه استعراضيه، اكيد حاطه عينك على الفوازير. والله نفسي اعملها، يعني اذا هي هو حلم عندي، لكن اتمنى اني اقدمها بالشكل اللي كنا بنشوفه زمان او قريب منه، تكون امكانياتها فعلا واصله لدرجه ان هي توصل الصوره حلوه للجمهور، لان حصل ان الفوازير اتعملت كتير وما نجحتش. والسنه دي كان في فوازير بتقدمها مريم فارس، بس عجبتني. عجبتك؟ كانت حلوه بصراحه يعني. فانا اتمنى اني اقدمها، بس يكون في عوامل مساعده ان الصوره تطلع حلوه، ولكن هو حلم من احلامي يعني، اتمنى اعملها في يوم من الايام. طيب احنا عايزين نبعد عن التقليد شويه ونسمع صوت يعني مريهان الحقيقي بقى، تغني لنا حاجه من اغانيكي. طيب او لا مش من اغانيكي، او من اغاني اوريدي يعني وبصوتك الطبيعي. اقول لك ايه؟ لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك. انا قلتها كلمة هو كل شيء اسمه، ودي اسمتي وياك. يعني الله، طب انت صوتك جميل اهو، وليه قلتي التمثيل خطفني من الغناء؟ انت يعني خلاص فعلا ناويه تتفرغي للتمثيل وتسيبي الغنى على جنب شويه؟ هو انا مش عايزه اشتت نفسي ولا اشتت الناس، يعني مش حابه ان الناس يحسوا ان انا بعمل كل حاجه او ان انا فاكره نفسي بعرف اعمل كل حاجه. حابه اني اركز وما اشتتش الناس، يعني قلت اشوفهم هيحبوني في التمثيل اكتر ولا في الغنى اكتر، وانا لقيت نفسي في التمثيل اكتر.